أعرف كيف أن أنا إن مؤمن؟ إنما المؤمنون سؤال صعب الذين شوي، لا القرآن مليء. عايز أعرف أن أنا مؤمن إزاي؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لشهادة مين؟ الله. بس هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون حقا. رب اجعلنا منهم يا رب. اللهم امين. اعرف كيف ان انا الاستغفار. استغفار بل يزيد النعمة. الله اكبر. هل من دليل؟ هل من دليل؟ نعم نعم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. انظر الى الثمرات بقى. طيب. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم الله. لا ترجون الله وقارا. الله. كل ده بالاستغفار. الاستغفار ما شاء الله. ده تقريبا الدنيا كلها يعني. الله اكبر. الدنيا والاخره. والاخره. الاستغفار بركاته عظيمه، بل هو امان من امانين لاهل الارض. الاستغفار امان من امانين اثنين لا ثالث لهما لاهل الارض. ما الثاني؟ وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله. الاستغفار.